بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بأعزائي الطلاب في البرنامج المطور لعمادة التعليم عن بعد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سأكون معكم خلال هذه المحاضرة 16 من مقرر مبادئ التأمين وإدارة المخاطر، المستوى الثالث لقسم إدارة الأعمال. للتذكير، كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة تقسيمات التأمين، فتحدثنا عن تقسيمات عديدة للتأمين، ومن أهمها التقسيم حسب غرض التأمين، ثم التقسيم العملي للتأمين، والتقسيم يعني حسب مدة التأمين، وهناك العديد من التقسيمات الأخرى للتأمين. هنا في هذه الوحدة 16 سنتعرض إلى عقود ووثائق التأمين. إذن عقد التأمين هو عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. إذن هنا هذا هو مفهوم يعني عقد التأمين. قلنا أن عقد التأمين هنا عقد التأمين هو علاقة بين يعني علاقة بين اتفاق بين بين المؤمن له وبين المؤمن. هنا المؤمن يتعهد بتعويض كل يعني كل أو جزء من الخسائر التي يتعرض إليها المؤمن له إثر وقوع حادث، وهذا حسب شروط العقد. ومقابل ذلك يعني المؤمن له يدفع قسط أو أقساطا دورية يعني حسب نوع التأمين وحسب يعني عقد التأمين المبرم بين يعني المؤمن له والمؤمن. إذن هنا هام جدا بالنسبة لعقد التأمين، يعني هو اتفاق، وسندرس بعد ذلك يعني الفرق بين عقد التأمين ووثيقة التأمين. هنا عندما نعطي هذا المفهوم لعقد التأمين نجد يعني العناصر الأساسية لعقد التأمين، وتضمن العناصر الأساسية تتضمن العناصر الأساسية لعقد التأمين. العنصر الأول هو المؤمن. إذن المؤمن هو الشخص أو الشركة الذي يقوم بتغطية قيمة التأمين لطالب التأمين ضد الخطر المؤمن ضده. هنا نتحدث عن شركة أو هيئة يعني تقوم ب يعني تعويض أو الالتزام بتعويض المخاطر إثر وقوعها أو تعويض الخسائر إثر وقوع حادث معين. ونلاحظ أنه في تأمينات شركات تأمين يعني تجارية وشركات تأمين أخرى تعاونية أو يعني تكافلية مثل الشركات يعني الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي تأمينات كلها يعني تأمينات تعاونية، ونسميها أيضا تأمينات تبادلية، شركات تأمين تبادلي أو شركات تأمين تعاوني. إذن العنصر الثاني هو المؤمن له. المؤمن له هو يعني الشخص الذي يدفع قسطا للمؤمن مقابل تأمينه ضد خطر معين. وهنا نتحدث عن يعني المؤمن له، وتحدثنا عنه والفرق بين المؤمن له والمستفيد في حصص فارتة. وهنا أذكر أنه الفرق بين المؤمن له والمستفيد أن المؤمن له هو يعني من يدفع القسط، ويعني من يتعاقد مباشرة مع شركة التأمين، وهو وبالنسبة للمستفيد يمكن في بعض الحالات أن يكون نفس المؤمن له، ولكن في العديد من الحالات يكون المستفيد مختلف تماما عن يعني المؤمن له، وخاصة يبرز ذلك في التأمينات على الحياة، إذ أن المؤمن له هو مثلا الأب، والمستفيدين هم يعني الأبناء والأخوة.
الزوجة يعني بالنسبة لتأمينات على الحياة في حالة الوفاة. إذا العنصر الثالث للتأمين لعقد التأمين هو قسط التأمين. قسط التأمين هو ذلك القسط المالي الدوري أو ذو الدفعة الواحدة الذي يلتزم بدفعه المؤمن مقابل تحويل الخطر. هنا هام جدا، عندما تحدثنا عن تحويل الخطر تحدثنا عن يعني أهمية دفع يعني تكاليف، والتكاليف هذه في التأمين هي يعني تعتبر هنا القسط. وهنا يعني القسط، تحدثنا هنا عن القسط، القسط يمكن أن يكون دفعة واحدة مثلا بالنسبة لتأمينات الممتلكات، ويمكن أن يكون في عديد من الدفعات يعني خاصة بالنسبة للتأمين على الحياة أو التأمين على الأمراض المهنية أو التأمين إصابات يعني تأمين يعني الحياة بالنسبة في حالة الوفاة. كل هذه العقود يعني يقوم فيها المؤمن بدفع العديد من الأقساط الشهرية يعني أو السنوية، ممكن أن تكون سنوية حسب يعني الاتفاق الموجود في العقد. إذا مبلغ التأمين، هنا مبلغ التأمين هو ذلك المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده. هنا هام جدا بالنسبة لمبلغ التأمين، ذكرنا أنه يجب أن يكون يعني مبلغ التأمين محدد في العقد ويحدد يعني عند توقيع العقد. إذا مدة التأمين، هنا مدة التأمين هي الفترة الزمنية التي يكون فيها عقد التأمين سارية المفعول، وهذه الفترة تختلف حسب الشيء موضوع التأمين. هذا هام جدا. بالنسبة لفترة التأمين تحدثنا أنه ممكن أن نجد تأمينات طويلة الأجل وتأمينات قصيرة الأجل. بالنسبة للتأمينات قصيرة الأجل تكون فيها مدة التأمين لسنة واحدة، مثل تأمينات على الممتلكات، وأبرز مثال على ذلك تأمين السيارات، فيكون كل سنة نجدد العقد، وهنا التأمين يعني يكون سنوي ومدة التأمين تكون سنوية. لكن بالنسبة للتأمينات الطويلة الأجل، تأمينات الحياة وتأمينات يعني إصابة، تأمينات الحياة في حالة الحياة وتأمينات الحياة في حالة الوفاة، هنا نتحدث عن يعني عقود طويلة الأجل، ونتحدث عن مدة زمنية أكثر من سنة، ممكن أن تصل إلى يعني سنوات عديدة، 50 أو 60 سنة في بعض الأحيان. إذن وثيقة التأمين، هنا هام جدا، وثيقة التأمين فرق بين وثيقة التأمين وعقد التأمين. وثيقة التأمين هي تلك البينة أو المستند التي تبرهن على وجود عقد التأمين وتحتوي على بيانات التأمين كاملة، وتكون هذه البينة موقعة من كلا الطرفين. نقطة هامة جدا، يوجد فرق يعني بين عقد التأمين ووثيقة التأمين. عقد التأمين هو اتفاق، والاتفاق يمكن أن يكون يعني شفاهيا، لكن بالنسبة لوثيقة التأمين فيها يعني هي مستند موقع من كلا الطرفين، المؤمن له والمؤمن، وهذه الوثيقة تقوم على يعني الاتفاقات الموجودة في العقد، مثل يعني مبلغ التأمين، المدة الزمنية، وكل يعني شروط العقد. وشروط العقد هنا نجد شروط يعني مبدئية وشروط أساسية وشروط يعني خاصة، وكلها يعني هذه الشروط يعني موجودة في تبرز في وثيقة التأمين، وثيقة التأمين، وهي يعني مختلفة عن العقد. وهنا نشير إلى خصائص عقد التأمين. ما هي خصائص عقد التأمين؟ لعقد التأمين الخصائص التالية. أول خاصية هو أنه عقد رضائي. ماذا نعني بعقد رضائي؟ هو العقد الذي يكفي لإنعقاده تراضي طرفي العقد، تراضي المؤمن له والمؤمن، وهنا نجد يعني علاقة إيجاب وقبول. إذن الخاصية الثانية هو أن يكون العقد ملزم لطرفيه. ماذا نعني ملزم لطرفيه؟ العقد ملزم هو ذلك العقد الذي ينشأ عنه التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفي العقد. إذن بالنسبة لالتزامات المؤمن بالطبع هي التعويض عن الخسارة إثر وقوع الحادث. فهنا شركة التأمين ملزمة في كل الأحوال
تعويض المؤمن له إثر الخسارة. بالنسبة للمؤمن له، هام جدا، له التزامان في بالنسبة للمؤمن له. الالتزام الأول هو دفع قسط التأمين، والالتزام الثاني هو تزويد المؤمن له بكافة المعلومات قصد حسن تقييم الخطر. هذا نقطة هامة جدا. وبالنسبة لشركة التأمين، يعني بالنسبة للمؤمن له، يجب عليه أن يدلي بكل المعلومات المرتبطة بالخطر. لماذا؟ لأن كل هذه المعلومات ستؤثر على قسط التأمين، فقسط التأمين سيدفعه المؤمن له على مقدار يعني المعلومات التي ندليها لشركة التأمين. فكل هذه المعلومات ستؤخذ بعين الاعتبار في تقييم قسط التأمين الذي ندفعه أو يدفعه المؤمن له. إذا أعطينا معلومات غير صحيحة، فهنا يمكن أن نقوم بتقييم سيء للخطر، وبذلك نقوم بتقييم سيء أيضا للقسط، وأيضا عندما يقع الخطر فهنا ستكون الخسارة أكبر من الخسارة المتوقعة التي تتوقعها شركة التأمين، لأنها لا تعلم كل المعلومات الصحيحة، ولا تعلم يعني كل المعلومات الصحيحة التي يمكن أن تستعملها لحساب القسط، وبعد ذلك لتقييم أو تقدير الخسائر الناجمة عن مخاطر معينة. هنا هام جدا، المعلومات التي يدلي بها المؤمن له تؤثر في القسط، فتؤثر بعد ذلك في تعويض المؤمن له. إذن هنا تسلسل. ومن الالتزامات الهامة هو يعني تزويد المؤمن له بكافة المعلومات قصد حسن تقييم الخطر. إذن هنا نقطة هامة جدا في يعني التزامات المؤمن له. إذن ونعلم أيضا نقطة هامة جدا، أنه يمكن إلغاء العقد إذا ثبت أن المؤمن له أخفى بعض المعلومات، خاصة عندما تكون معلومات يعني هامة حول الخطر. إذا تبين أن المؤمن له أخفى هذه المعلومات، فشركة التأمين يمكن أن تلغي مباشرة عقد التأمين. إذن هذه نقطة هامة جدا. عقد التأمين هو عقد احتمالي يقوم على الغرر. يقصد بالعقد الاحتمالي ذلك العقد الذي لا يمكن تحديد المنفعة التي تحصل عليها عند التعاقد، ولا يمكن ذلك إلا عند حصول الخطر. بالطبع بالنسبة للتأمين يقوم على تأمين المخاطر المحتملة الوقوع، إذن لا يمكن تحديد الخسارة إلا بعد وقوع الحادث، ويمكن أن يقع الحادث ممكن أن لا يقع. وهنا نتحدث عن يعني عقد تأمين احتمالي، لأن الخطر أيضا والخسارة هي احتمالية، ونتحدث بالطبع عن أن هذا العقد يقوم على الغرر. إذن هنا الخاصية الثالثة، أن العقد هو عقد معاوضة. وعقد المعاوضة نعني بذلك العقد الذي يأخذ كل طرف فيه مقابلا لما أعطاه. إذن هنا نلاحظ أن المؤمن يأخذ قسط التأمين، والمؤمن له يأخذ مبلغ التأمين أو يعني التعويض إثر وقوع الحادث. إذن عقد التأمين من خصائصه أنه عقد زمني. في عقد التأمين يتحمل المؤمن الخطر لفترة زمنية محدودة، وكذلك المؤمن له يدفع الأقساط أو الدفع في مواعيد محددة أو موعد محدد، وهو غير رجعي في حالة الفسخ أو في حالة يعني إلغاء العقد. إذا دفعت قسط، خاصة بالنسبة للتأمينات على الحياة هذا هام جدا، إذا مثلا تبين أنك لم تدلي بمعلومات يعني هامة للمؤمن لشركة التأمين، ولا مثلا أنه عندك مرض مزمن لم يعني تدلي به لشركة التأمين. هنا إذا ثبت هذا المرض لدى شركة التأمين، فإنها ستلغي مباشرة العقد. ويعني القسط الذي دفعته ولو كان 100,000 ريال، فيعني ستخسر هذا قيمة هذا القسط. إذن نقول أنه
هنا القسط غير رجعي، هنا إذا دفعنا القسط فلا يعني نتمتع به مرة ثانية إذا وقع يعني فسخ أو إلغاء العقد من طرف شركة التأمين. إذن النقطة الأخيرة بالنسبة لخصائص عقد التأمين هو أن هذا العقد هو عقد إذعان. ماذا نعني بعقد إذعان؟ هو ذلك العقد الذي فيه طرف قوي وهو المؤمن بالطبع هنا، الذي يملي شروطه على الطرف الآخر وهو المؤمن له. إذن هنا عقد إذعان، والطرف القوي هنا هام جدا، الطرف القوي في العلاقة بين المؤمن له والمؤمن هي شركة التأمين أو المؤمن. إذن هنا نتطرق إلى أنواع وثائق التأمين. قلنا أن وثيقة التأمين هي البينة أو السند التي يعني تكون موقعة من طرفي العقد وهو المؤمن له والمؤمن. وهنا يمكن أن نصنف ثلاثة أنواع من عقود التأمين، النوع الأول من وثائق التأمين. النوع الأول من هذه الوثائق هي وثيقة التأمين الفردية، وتصدر، نقطة هامة جدا، تصدر لتغطية شخص واحد معين ضد خطر محدد ولصالح مستفيد محدد. هنا تحديد الخطر، تحديد المستفيد، وتحديد يعني المؤمن له، هذا هام جدا. إذن هناك خطر واحد في هذه الحالة، ومؤمن له واحد، ومستفيد واحد. إذن في الوثيقة، وثيقة التأمين المركبة، هنا وثيقة التأمين المركبة تصدر لتغطية عدد عدة أخطار مختلفة. هنا لدينا العديد من المخاطر، وذلك بالنسبة لشخص أو لشيء محدد ولمستفيد محدد. نقطة هامة جدا. إذن هنا لدينا العديد من المخاطر مقابل شخص واحد، واضح، مستفيد واحد أو مؤمن له واحد. إذن أو يعني نؤمن، يعني نؤمن يعني شخص واحد، أو يعني ممتلكات لشخص واحد. إذن هنا هام جدا. بالنسبة لي مثال كأمثلة، مثال هام بالنسبة لي، الوثيقة المركبة، نتحدث عن وثيقة التأمين الشاملة للسيارات. فوثيقة التأمين الشاملة تتكون من أول شيء الجزء، يعني الجزء الإجباري أو الإلزامي وهو المسؤولية المدنية، ونضيف إليه العديد من المخاطر مثل خطر الحريق بالنسبة للسيارة، أو خطر السرقة بالنسبة للسيارة، ونضيف العديد من المخاطر الأخرى لخطر المسؤولية المدنية. فهنا نجد نفسنا أمام مؤمن له واحد، مستفيد واحد، لكن مقابل ذلك أخطار عديدة في الوثيقة، محددة في الوثيقة. إذن أخيرا وثيقة التأمين الجماعية، وثيقة التأمين الجماعية تصدر لتغطية خطر معين لمجموعة كبيرة من المستفيدين تجمعهم ظروف متشابهة. إذن هنا خاصة بالنسبة للتأمينات الطبية، أو التأمينات الصحية، هنا نتحدث عن وثيقة جماعية، فالخطر هو واحد محدد ولكن لعديد من الأفراد. مثال وثيقة التأمين الصحي لعمال في شركة معينة، أو وثيقة تأمين صحي للطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هنا وثيقة، هذه الوثيقة فيها الخطر الصحي، وهناك العديد من الطلاب تجمعهم نفس الوثيقة. هنا نتحدث عن الوثيقة الجماعية. إذن كخلاصة لدينا ثلاث أنواع من الوثائق: الوثيقة الفردية، خطر واحد لشخص واحد، الوثيقة المركبة، العديد من المخاطر شخص واحد، والوثيقة الجماعية فيها العديد من الأشخاص لخطر واحد. إذن هنا في هذه الوحدة تعرضنا إلى العناصر الأساسية لعقد التأمين، ثم أنواع وثائق التأمين. إذن في الوحدة القادمة إن شاء الله سنتعرض إلى التأمين البحري. إذن لا يسعني أعزائي الطلاب إلا
أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا.